بسم الله الرحمن الرحيم إلى أخواني وأخواتي مشاهدين قناة النينجا العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو عندي رسالة قصيرة للأبطال، الأبطال اللي بيستغلوا الإجازة الصيفية بإقامة عروض في بعض المنتزهات وإقامة مهرجانات في الجمعيات الخيرية أو أي مكان أو أي مكان. ليس نقدا ولكن نصيحة. الأبطال الحقيقيين اللي بيقدموا عروض يجب أن تكون لديهم مادة ورسالة أثناء تقديم هذه العروض. لا يجب أن يكون تقليد أعمى والسلام، لا يجب أن يكون أغاني ورقص وإحنا نسعى إلى الأفضل ولا نسعى إلى أن نوطي أنفسنا تحت بإقامة عروض ماسخة جدا. أوكي؟ الأبطال، أنا لاحظت، معليش ليس بنقد ولكن كنصيحة، لاحظت ناس شاركوا معايا في بعض العروض وناس أيضا رأيتهم كمنافسين في بعض العروض أو زملاء في بعض العروض، إنه الهدف الأول والرئيسي أثناء العروض المسرحية هو الشهرة للوصول إلى قلب الفتيات أو البنات. أوكي؟ بعد عرض اللي يقدمه على المسرح يتمالح ويتزبط ويسوي نفسه دم خفيف بالمسكرة على فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، أو يسوي نفسه بطل بيكسر له خشبة أو مدري إيش وينزل من على المسرح، ومن ثم يصبح إنسان مغازلجي يغازل الفتيات ويرقم على إنه شخص مشهور. أوكي؟ احترم نفسك. أنا أتكلم عن ناس أبطال كانوا معايا في نفس العروض وكانت لدينا رسالة نقدمها من خلال المسرح للأطفال الصغار حتى يتحمسون لتعلم مجال دفاع النفس. فتفاجأت بأن الأبطال اللي كانوا معايا للمسرح الإدارة جاتني تشتكي بأن زملائك جالسين يعاكسوا النساء أو يعاكسوا البنات. أوكي؟ هذا السبب الرئيسي ما قد تكلمت فيه، هذا السبب الرئيسي خلاني أبتعد أو لا أقدم أي شباب للمسرح بعد كذا نهائيا، وأنا استحيت وبعدت عن المسرح نهائيا لهذه الأسباب تجنبا لتشويه السمعة. ناس لم يحترموا المدرب الذي أمامهم ولم يحترموا أنه اختارك أنت تقدم عرض أمام الجمهور وبحيث أنك تؤدي رسالة. أستطيع أن أقوم بكامل العروض لوحدي كما تعلم، ولكن أحببت أن يرى الأطفال الصغار نتيجة ما تعلموه زملائهم أو أصدقائهم الذين بدأوا مبتدئين في زمن بسيط فانتقلوا إلى مراحل متقدمة وتروهم على المسرح، ولكن للأسف الشديد أن بعضهم، ليس كلهم، بعضهم نزلوا فجلسوا يرقموا البنات إنه أنا وأنا 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 وأنا، مصدق نفسه إنه هو السوبرمان أو إنه ممثل مشهور ومدري مين، عرفت كيف؟ فهذه الرسالة أوجهها لأخواني وأصدقائي، حتى التلاميذ اللي كانوا معايا سووا الشيء هذا. الكلام أيضا لكم، يجب أن تكون صورتك في المسرح صورة حسنة تقدم رسالة طيبة، من ثم لما تخرج على المسرح لا ترى أحد أو تبغى تسلم على الناس تهنيهم تسلم عليهم تبارك لهم، تتعامل بأصلك، كل إنسان تتعامل بأصله، وبعد كذا تضرب الباب وتمشي لأنه ما عاد يصير لك أي لزمة في المكان اللي أنت فيه المنتزه، الناس جايين يتفرجون عليك. فبالتالي بعد أن تؤدي رسالتك أخرج من المسرح مباشرة، لا تجلس وتتجول في المنتزه على أنه أنت ذلك الشخص اللي قبل شيء كنت في المنتزه. أصحاب المنتزهات، أصحاب المراكز أيضا حينما تختارون شخص يريد أن يقوم بهذه العروض وتأكدوا أنه بعد العرض يعني يكون في مجموعة حرس أو ناس رقابة، بحيث أنه ليس بطلا بمعنى الكلمة أو ليس مغني بمعنى الكلمة، أنه مشهور مديفة سيبور يسرح ويمرح في المكان اللي هو بها، بحيث أنه يخرب سمعة المكان ويخرب سمعة نفسه ويخرب سمعة الزملاء اللي لهم نفس المجال الباقي، إن كانوا مغنيين إن كانوا شعراء إن كانوا
راقصين وإن كانوا مسلين وإن كانوا منتتين وإن كانوا كاراتيه وإن كانوا أي شيء بيقدمون، فيعطي رسالة كاملة بأن الجميع بهذا الشكل. أوكي، أنا أتكلم عن هذا الشيء لأدافع عن سمعتي أمام الجميع، وأيضا كأشجع الشباب إنه يحاولوا إنه بجد ينهضوا، لأن الرياضة عبارة عن أدب وأخلاق وليس تصنع وغرور، وإنك تخلي الناس تنظر لك نظرة على إنك الكبير، فالكبير هو الله سبحانه وتعالى، وليس أنت، أنت لست سوى مؤدي رسالة، فتحاول تؤدي رسالة للناس حتى يستفيدوا منها ويتعلموا منها. الشيء الآخر، لا تطلب مبالغ، إنه أنا لا أطلع على المسرح إلا بمبلغ وقدره، يعلم الله وكل الناس اللي شافوا العروض أو أصحاب الإدارات اللي يعرفون والناس اللي قدمت لهم العروض، إنه لم أطلب أي مبلغ أبدا نهائيا في أي عرض أنا أقمت فيه، إلا الذين معي كانوا هم يطلبوا المبلغ. فأوكي كابتن، كاب تأخذ من المبلغ؟ إن كان لي مبلغ فهو سيذهب لهؤلاء فتشجيعا رمزا لعطائهم، وليس لي أنا، لأنه أنا لي، أنا أعتبر أنه أنا من يدفع المبلغ حتى أقدم هذه الرسالة للشباب والأطفال والنساء حتى يستفيدوا، وليس حتى أنا أخذ مبلغ لأنه أنا قاعد أبيع حركات من عندي وأبيع مجهود من عندي. لا، فيجب أن أوكي إذا كان هذا مصدر عيشك ومصدر رزقك، فيجب أوكي، ما بقول لك لا تطلب، أوكي كان تبي تطلب براحتك، ولكن أوكي القليل القليل حتى تؤدي رسالتك ولا تنفر. أوكي، حبب الناس لك وحبب الجمهور لك، وأدي رسالة نظيفة، رسالة من داخلك بصدق بحماس، دون تكبر، دون غطرسة، دون غزل، دون همجية، ولا تقول أنا ابن المملكة الأول، لا يأخذون أرقامي سوى البنات زي بعض الناس، أو أنا ابن مدري مين، وأنا ابن الوطن، وأنا مدري شو اسمه، وأنت بالهذا كله تصنع ولا تمدح سوى نفسك، بحيث أنك تمالح لنفسك حتى تدخل الباب السفلي اللي أنت وأنا عارفه والناس كثير يعرفون. فحذاري، استغلوا إجازاتكم على أفضل ما يمكن، وبالتوفيق. نعم.